نعمة كبيرة إني لقيت شريكة حياتي، وبصراحة ساعدني إني أكون أروق شوي. لا، رجوة رايقة وهنية وخفيفة الدم. كيف تعرفت على ستي أنسة رجوة؟ رجوة ما حكينا أو شفنا بعض لفترة بعد ما تعرفنا، وكان في يوم هيك إشي ذكرني فيها وقررت أسأل عنها، سبحان الله صار النصيب. هي العرس قرب و يعني الحمد لله مرتاحين متحمسين. اليوم نفرح بالحسين. الزواجة منها لنفسي على كتاب الله، على كتاب الله وسنة رسوله، وسنة رسوله. مبارك سي. وهلا متحمسين للمرحله الجاي، اكيد كل شيء راح يتغير مع اولاد.